الكلمة الآن للأستاذ عبد العزيز النويدي. شكرا الأخ الكريم. أنا مسرور بوجودي في هذه المؤسسة التي تحمل اسم أحد رجالات المغرب الكبار، والتي تشكل فضاء للحوار والنقاش حسب التوقيت. فنفس التوقيت قالوا لي الأخ علي بوعبيد صديق قديم، ولكن قال لي حتى العشرين دقيقة، ولكن إلا شفتينا غادي هذا غير قول لي. أنا كنعرف بأن النقاش أحسن وأهم من العرض. خمسة دقائق لا عطاك أنت ضيعتيها دابا. لا نقدروا نقولوا ضيعت وحده ولا جوج. إذا غادي نتحدث في جوج نقاط كبرى. كاين واحد الجانب أكاديمي تاريخي كيوضع الموضوع في إطاره العام. من الخلاصات اللي استقيتها من دراسات حول الفساد منذ الثمانينات، كان واحد المؤرخ من الكونغو هو إليكيام بوكولو. إليكيام بوكولو كيربط الفساد بالزبونية السياسية واقتصاد الريع، وكيقول بأنه في المجتمعات الغربية المتقدمة الرأسمالية هي اللي حست بالدور ديالها في المجتمع واستطعت باش تحتل المكانة السياسية وتحكم المجتمع وتضع حدا لواحد الحكم اللي كان كيهمشها رغم أنها هي فاعلة ونشيطة في المجتمع، طبعا مع فلسفة التنوير إلى آخره. ولكن بالنسبة للعالم الثالث هو مختص إليكيام بوكولو في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي في إفريقيا. قال بأنه في مجتمعات العالم الثالث في كثير من الحالات ليست الطبقة الرأسمالية هي التي يعني تخلق الثروة، ولكن السلطة هي وسيلة التراكم. السلطة، توفر على السلطة أو القرب من السلطة أو خدمة السلطة هو الذي يسمح بتراكم الثروة. وهذه الزبونية السياسية كتنعكس على كل شروط الديمقراطية، بمعنى إنها تفسد التعددية، ما كتبقاش عندك تعددية حزبية سليمة فيها قوة سياسية يعني ذات تجدر مجتمعي ونمو طبيعي. هذه القوة غالبا تتعرض للتضييق وكتحرم من المقاعد المستحقة إلى آخره. وهذا الشيء لأن الديمقراطية كاين ثلاثة العناصر أساسية: التعددية وحرية التعبير والانتخابات النزيهة. طبعا هذه حقوق من حقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان عندها واحد أبعاد كثيرة أخرى. خضوع بلادنا للاستعمار عمل على عصرنة نوع من العلاقات الإنتاجية تدبير أمور المجتمع، ولكن في الخلاصة أشو قعدنا بعد الاستقلال بقى عندنا التدبير التقليدي، ولكن تم عصرنة التقليد. كاين واحد الكتاب ديال ميشيل كابو هو لا مودرنيزاسيون دو لا تراديسيون اكزاكتومون. إذا ولات البنية الإدارية الأمنية والاقتصادية في خدمة السلطة. في هذه البلدان وحنا كنشوفوها الجيش والقضاء والسلطة والإعلام ليست مرافق عمومية محايدة ومفتوحة للجميع، ولكن هي مرافق اللي كتلعب هذا الدور ديالها. إذا ما بين 98 و 2002 أنا كنحيل على التجربة ديال التناوب، كان بدات واحد الإصلاحات ولو ببطء، ولكن تم وضع حد لها بواحد الطريقة شوية، وكانت نوع من كما حدث في وقت سابق مع حكومة عبد الله إبراهيم وعلى الدور اللي لعبوا المرحوم عبد الرحيم بوعبيد. وفلتنا في نظري ثلاثة الفرص. الفرصة الأولى هو في 2002 أننا نكملوا الإصلاحات
بي 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 على مهل، ولكن توقفت. كاين عوامل، ولكن المهم هو كانت فرصة ضاعت. الفرصة الثانية هو توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة اللي كان يجب أن تترجم بإصلاحات، لأن تجارب ما يسمى بلجان الحقيقة والمصالحة في الدول المفروض أنه شنو الدور ديالها، هو أنك مفتاح ديال نسدو الكتاب الماضي ونبداو بحدنا. طبعا في العالم ما نجحتش كلها، ولكن في بعض الدول كانت هي المفتاح اللي مكن من عدم تكرار الانتهاكات والدخول في إصلاحات. والفرصة الثالثة في نظري هو أنه الدستور ديال 2011، أنا ماشي من الناس اللي كيقولوا هذا الدستور ما جاب والو، بالعكس جاب مسائل أساسية، ولكن اشتغل في إطار واحد الثقافة السياسية، واحد النخاب اللي كثير منها كان الهم ديالو هو يبقى في السلطة وما ما 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 كيمشيش بعيد. كنقصد التجربة ديال 10 سنوات من تدبير حزب العدالة والتنمية. مع ذلك في إطار هذه التطورات منذ 2007-2008 بدأت واحد الترسانة كتطور بقوة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كانوا مجموعة من القوانين ديال التصريح بالممتلكات، كاين إنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الآن إرساء أقسام محاكم مالية، بث الروح في هياكل كانت مجمدة بحال مجلس أعلى الحسابات، مجلس المنافسة. ولكن ما هي النتيجة؟ وهنا هو الجزء الثاني من هذا العرض. إذن هذه النتيجة كاينة مؤشرات عديدة اللي كتبين بأن الحصيلة مازال بعيدة. أول هذا هو ترتيب ديال بلادنا في مؤشر مدركات الشفافية. حصل المغرب طبقا لتقرير 2023 اللي كي يعدد 2022 على 38 نقطة على 100، دونك الدول اللي ما عندهاش رشوة راه كتكون الفوق، وكانت عنده 43 نقطة في 2018، بمعنى تقهقر بعدة نقاط، واحتل المرتبة 97 من 180 دولة بتراجع 24 مركز، كنا في المركز 73، فإذا بنا نزلنا 97. هذا الانخفاض في مؤشر مدركات الفساد يرافقه كذلك استقرار متدني في مؤشرات التنمية البشرية. بقى المغرب كيترجح بين الرتبة 120-123. هاد المؤشرات كتقيس مستوى التعليم، القدرة الشرائية للفرد أي المستوى المعيشي، والصحة، هل الأفراد يتمتعون بحياة طويلة وصحية. إذن كرد فعل كان المغرب 2005 دار واحد مبادرة وطنية للتنمية البشرية. طبعا هذه المبادرة أعطت بعض النتائج، نفعات عدد من الناس، ولكن أنا اشتغلت 10 سنوات على موضوع الحق في التنمية، وكنقول بأن التنمية البشرية ماشي مبادرة كتجي من الفوق، ولكنها نتيجة سياسة ديمقراطية كيشاركوا فيها الناس في اتخاذ القرارات عبر ممثليهم، انتخابات نزيهة وأحزاب تعددية حقيقية، وكيشاركوا في العمل باش تنجز هذيك المشاريع إلى آخره، وبالتالي أوتوماتيكمون كيكون الشراك أيضا في ثمار هذيك التنمية. إذن أشنا هو بعض الحالات اللي كتبين أننا ما تقدمناش؟ أولا كاينه واحد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. هذه الاستراتيجية تجمدت إلى حد ما، كاين فيها واحد العدد ديال، ولكن ما كاينش فيها الانسجام، وصعيب عليك تقراها ويبان لك داك الشيء. إذن هي تجمدت، وتجمدت حتى لجنة التتبع ديالها. أنا عضو في هذه لجنة التتبع، وكنت أرسلت رسالة
السيد رئيس الحكومة على أنه هذه اللجنة كتجتمع جوج مرات في العام، ولكن على طيل العشر سنوات السابقة أو واحد ثمانية سنوات كان مفروض أنها تجتمع ثمانية ولا عشرة المرات، لم تجتمع إلا مرتين. من الرسالة اللي صيفت الوزير الرئيس الحكومة 26 سبتمبر 2023 ما كان جواب، صيفت له رسالة أخرى في 2024 نوع من الالتيماتوم إلا بغيتي تقول، فيه واحد هذا الرسالة في واحد العبارة: إن المجلس الوطني لترانسبارانسي المغرب منعقد في 17 فبراير 2024 بعد نقاش طويل حول جدوى وجودنا في هذه اللجنة، ارتأى توجيه هذه الرسالة إليكم قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع. دونك لحد الآن راه باقي ما جاناش جواب، وحنا عادة في المكتب وفي المجلس الوطني نشوفوا أشنو اللي خدم. ثانيا، تخلف الترسانة التشريعية، كاينة مقاومة لتبني قوانين ضرورية لإطراء غير المشروع، كاين مبررات كيقدموها الناس لهذا وأنه قرينة البراءة ما قرينة البراءة. في نظري ما كاينش تجاوز لقرينة البراءة، لأن ما كنجوش نجي عند السيد وكنقول له أنت لاباس عليك كي درتي لهذا الشيء، كاين أبحاث كاين مسائل كاين كذا، كنقول له غير برر يعني. وهذا موضوع اللي إن شاء الله يمكن ترانسبارانسي وهيئة اللجنة تزيد تناقش فيه. كاين كذلك هذاك المشروع اللي كان واللي سحبوه كان هو عيب، لأنه مرتبط بالتصريح بالممتلكات، والتصريح بالممتلكات هو واحد الآلية ما خداماش، يعني كاين الآلاف ديال التصريحات كتوضع في دي كوفر فور وكتسد وما كاينش يعني. كذلك كاين معوقات من جهاز العدالة، كاينه مشاكل استقلالية، مشاكل النزاهة ومشاكل النجاعة، ما يمكنليش نطول فيها بنظر الوقت لك. ولكن كأقول لجنة النموذج التنموي في واحد الخلاصات ديال شنو هي المعيقات ديال التنمية قالت إن دراسة المسار الاقتصادي إلى أن تقول الشعور بضعف الحماية القضائية وعدم القدرة على التوقع. أنا محامي، كتمشي في مسائل كتحط القانون أنت ضابط الأمور، ما يمكن لكش تعرف الحكم كيفاش غيكون، يمكن يمشي في الاتجاه المعاكس. وبلا ما نعطي أمثلة لأنني كنحترم القضاء، ولكن بزاف الأمثلة كتصدمنا. مما يحد من المبادرات بسبب وجود فجوة بين بعض القوانين ذات المناطق والواقع الاجتماعي، عدالة تعاني من ضعف ثقة المواطنين ومن جهاز بيروقراطي وسبل انتصاف غير فعالة. كذلك ما عندناش قانون شامل ينظم تضارب المصالح، كاين بعض الفقرات هنا وهذا ولا هذا، ولكن قانون شامل، كاين مسودة تشكل أرضية معقولة باش نديروا هذا القانون، ولكن باقي ما كاينش النقاش ديالها. ثم كاين ثغرات خطيرة في مجلس المنافسة. مجلس المنافسة أولا كاين واحد النوع من تنازع المصالح في شخص رئيس الحكومة، رئيس الحكومة اللي هو يعني فاعل اقتصادي هو أيضا كيساهم في وضع القوانين وتعيين عدد من الأشخاص في مجلس المنافسة. وهذا الشيء غادي يتجلى كذلك في القرار ديال الصلح مع تسع شركات اللي كتنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال. قول لي شحال باقي بالبنزين. ففي 23 نوفمبر قرر مجلس المنافسة إبرام صلح مع تسعة الشركات. أنا قمت بأبحاث ديالي، يعني بمعنى أنه كاين بعض الأعضاء في هذاك المجلس اللي استطعت نجلس معه، واشتكوا أن اللي كان كيناقش هو المقرر وفي بيت مغلق، وتم جاء بهذاك القرار اللي وقعوا عليه. طبعا هما كانوا ناقشوا مع الشركات والمحامين ديالهم شنو هي المخالفات واش كاينه ولا ما كايناش، في بعض الاحيان كيبان بان ما كايناش تواطؤات، مثلا اننا غادي نشريو كلنا البترول، بعض المرات ما كيمكنش شركه صغيره ديال البترول تجيب واحد 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 باخره كبيره ولا باش تخزن، ما يمكنش تخزن واحد. دونك كاين شي حوايج اللي كانوا داروهم مجموعين لان
المنطق الاقتصادي كيفرض هذيك، ولكن كاين مسائل. شنو هي العيوب ديال هاد القرار؟ اولا تسويه شملت 9 شركات ومنظمتهم يعني. لم يوضح القرار الذي نشر كمختصر الرأي العام المبلغ، ما هي المخالفات المنسوبه لكل شركه، وما هو مبلغ الغرامه الخاص بكل شركه. ما وضحش القرار شنو هي المعايير المعتمده بالنسبه لمبلغ الصلح. كاين واحد الماده 39 من القانون المتعلق بحريه الاسعار بالنسبه لبعض العقوبات كيقول شنو هو رقم المعاملات، شنو هي مبيعات، مده ارتكاب مخالفه، الاطراء والمبالغ المحصله عليها الى اخره. ما كانتش الشفافيه اذن في نشر يعني هذا القرار بشيء من التفصيل. وثم كنحيل كذلك على تقرير التركيبي للجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، وكانت أخذت على الواقع غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي. وبقي كنتذكر أنا أن الأخ عمر بلافريج كان دوا على أرباح غير مشروعة، ولا قلبنا مزيان كيمكننا نوصلوا على انه كاين نوع من الاختلاس المال العام. الا كنتي شريتي واحد الحاجه بواحد الثمن اللي ماشي هو الحقيقي، وجيتي خديتي مبالغ ليست هي المبالغ اللي دفعتيها، فهذاك الفرق كيكون في الحقيقه يعني. خامسا عندنا واحد القانون ديال الوصول، الحق في الوصول الى المعلومات. هذا القانون انا اشتغلت عليه من 2005 ودرت واحد العدد ديال الابحاث وحتى مشاريع القوانين ديال ترانسبارنسي. ومن كثرت ما بقى في الحكومه كيمشي وكيرجع وكيتبدل وكذا، ما بقيتش كاع كنبحث فيه. حتى خرج في 2018 وهنا كنشير لواحد المرجع مهم. كاين واحد الكندي اسمه تومي ماندل، عنده مركز ديال سنتر فلو اند ديموكراسي في كندا، تلاقيت معاه في تونس وجا المغرب عده مرات. دار كيدير واحد ترتيب ديال الدول ديال القوانين اما الواقع فهو أسوأ. الواقع الخلاصه، الواقع هو انه درنا دراسه كان درتها مع الاخ رشيد الفلالي حول القانون، ومن بعد كان واحد الصحفي قال لي بانه راه طلب معلومات من وزاره الصحه والماليه على الفلوس ديال الكوفيد وشي حاجه ما عطوهاش ليه، شجعته مشى للقضاء ومع الاسف. وكاين واحد التضارب بين الوكيل القضائي ووزاره الصحه، هو تيقول هذيك المعلومات منشوره، وزاره الصحه كتقول لا هذيك المعلومات مشموله بالسريه من الاستثناءات. ومع ذلك دابا راه حنا مشينا المحكمه. شنو هي الخلاصه؟ كاينه عناصر الامل، كاينه مجهودات تبذل، كاين عمل على تحسين مناخ الاستثمار، كاين تطوير البنيه التحتيه الملائمه، لكن كاين تقصير كبير في تطوير وتثمين العنصر البشري. وكنشوفوا بان في بعض المجالات الحيويه بحال التعليم والصحه كاين واحد الهدر كبير، وكاين واحد التوجه نحو جعل هاد المسائل تدخل في اطار السوق، بمعنى غادا تولي متوقفه على القدره الشرائيه، ما عندكش القدره الشرائيه. ألوغ ما هي نقاط الضوء الأخرى؟ ليس لأن هيئة النزاهة موجودة معنا، ولكن كنقول بأن من نقاط الضوء اللي كاينة هي هيئة النزاهة، بسبب أهمية القيادة، صراحة التشخيص، أهمية الاقتراحات، ولكنها كتبقى آلية هشة أقول تحت الظلال الكثيفة للثقافة السياسية وضعف الإرادة السياسية. بزاف الناس كيدوا بزاف على ضعف الإرادة السياسية، غير هكا بحال خصها غادا تنزل من السماء. ضعف الإرادة السياسية عنده ثلاثة المؤشرات مهمة. أولا شنو هي نوعية القوانين اللي كاينة؟ ثانيا شنو هي نوعية وقوة المؤسسات واستقلاليتها والوسائل ديالها؟ ثالثا شنو هي الموارد المالية اللي كتعبأ باش نوصلوا للأهداف؟ ملي ما كيكونوش هادو كما ينبغي كنقولوا باطمئنان على أنه إذا كنت وانا في مؤسسه بوعبيد وانا اتحادي في العمق كنقول بان هذا الشيء ماشي واحد المؤسسه ولا واحد المنظمه غير حكوميه، هذا الشيء كيتطلب واحد ميزان قوه، واحد النضال. وكنتوجه للاتحاد
الناس اللي عندهم مسؤوليات على انهم يسترجعوا الاتحاد ويسترجعوا الاتحاديين ويمدوا يديهم لتنظيمات اليسار باش يمكن لنا نديروا واحد التغيير ويكون واحد الامل في التغيير. شكرا لكم.